يا هلا بالطش والرش والبيض المفقش. أهلا وسهلا فيكم أعزائنا وأهلنا المشاهدين وحلقة جديدة من حلقات مجلتكم السعودية، حياكم الله. عزيزي المشاهدة، إن اتخاذك الآن لقرار أن تتبع الرب يسوع المسيح تبارك اسمه مخلص شخصي لحياتك هو أفضل وأهم قرار ممكن تتخذه في حياتك. ليش هذا القرار أهم وأفضل قرار في حياتي؟ سؤال ممكن ينطرح. الجواب بكل بساطة لأنه حياتك الأبدية تعتمد على هذا القرار. القرار قرارك وانت الحكم، وانا متأكد بانك حتدرك انك تلاحظ الفرق. واني اقول لك الحقيقة مجردة، الحقيقة بكل اختصار وبشكل مباشر، الحقيقة اللي انت تبغى تسمعها ولازم تسمعها، الحقيقة هي في المسيح يسوع تبارك اسمه. عزيزي المشاهد، بكل أمانة حياتك حتكون أفضل مع المسيح بدل من أنك تكون دون المسيح. طيب واحد منكم ممكن يسألني ويقول لي، طب ليش يا دكتور حياتي حتكون أفضل مع المسيح؟ الجواب بكل بساطة لأنه من الواضح جدا أن المسيح يغير مجرى حياتك الآن وتكون دوما في الارتفاع. هذا واضح جدا في حياة كثير من الناس اللي قبلوا الرب يسوع المسيح في حياتهم. حياة هدول الناس تشهد للمسيح وأن المسيح هو سبب نجاحهم وتفوقهم في كل النواحي العلمية والاقتصادية والصناعية وغيرها. بإمكانك أنك تلاحظ الفرق على حياتك لما تقبل الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتك، وهذا يظهر بوضوح من خلال ثمار أعمالك. هل أنا معي حق؟ نعم طبعا. أنت بس اشعر وحس بالفرق ناهيك عن النجاح في كل عمل تقوم به، وتقارن حياتك مع المسيح الآن بحياتك السابقة قبل الإيمان. كيف كنت تعيش بفوضى ومشاكل وعدم تنظيم، وبعد ما قبلت المسيح كيف حياتك صارت منظمة وحلوة لأن المسيح يدير لك أمور حياتك. انظر للمستقبل الآن بعينك الروحية علشان تعرف مدى نجاحك وتفوقك، لأن المسيح هو من يقود سفينة حياتك الآن. أحس وأشعر أنه هذا التأمل وهذا المقطع بالذات حيبارك كل من يشوفه الحين. فإذا أنت تباركت اليوم شاركوا مع أخوتك وأصحابك على الفيس وتويتر وكل وسيلة تواصل اجتماعية متوفرة لديك. علشان إيش؟ علشان تكون أنت سبب بركة للآخرين. باركناكم من بيت الرب، قولوا آمين.
معاك خلني معاك اقبل لي بك التحت خلني معاك اتبع خطاك اتبع خطاك وما ابي غيرك احد اتبع خطاك انت الطريق وانت لي الحق الحق والحياة أوفى صديق باب قلبي دق وما له مصلحة خلني معاك يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي كل غاية منيتي أعيش برضاك خلني معاك خلني معاك خلني معاك خلني معاك في دنيا ما بها أمان خلني معاك من لي سواك من لي سواك في عشرتك ألقى ضمان من لي سواك أبقى معاك يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي كل غاية منيتي عيش برضاك خلني معاك خلني معاك اسكن معي يا سيدي اسكن معي وزدني سعيد زدني سعيد مثلك وبك انا اقتدي زدني سعيد لين اراك يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي كل غاية منيتي عيش برضاك خلني معاك خلني معاك ليك السجود ليك السجود ربي يسوع انت الملك ليك السجود روحك يسود روحك يسود روحك يسود ويمتلك روحك يسود كما في سماك يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي كل غاية منيتي عيش برضاك خلني معاك خلني معاك خلني معاك خلني معاك
قلبي بيك اتحد خلي معاك اتبع خطاك اتبع خطاك وما بي غيرك احد اتبع خطاك انت الطريق وانت لي الحق الحق والحياة اوفى صديق باب قلبي داك وما لا مصلحة خلي معاك. أعزائي المشاهدين، اليوم حنتكلم عن غياب القانون، الحكم حسب الشريعة، وكل قاضي يستخدم الرأي الذي يراه مناسبا. حنبدأ من آية من متى 22:19-22. الآية تقول: أروني معاملة الجزية، المسيح يتكلم يعني، أروني معاملة الجزية، فقدموا له دينارا فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. واو، ركزوا معي يا جماعة الخير على هالآيات. المسيح يقول وروني الفلوس وهم أعطوه، يعني القرش بجيبهم مش بجيب المسيح تبارك اسمه، هم اللي شايلين صورة القيصر والكتابة حقت القيصر هذه مش المسيح. وسألهم لمن هذه الكتابة والصورة، فقالوا له لقيصر. فكان رده أول ما فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن السياسة، أعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وهذا يقودنا للحديث عن مشكلة القضاء عندنا. هذا مشكلة مستفحلة، مشكلة القضاء في السعودية يعود سببها لغياب القانون وتحكيم الشرع الإسلامي. مثلا تلاقي بالشرع يعطي فرصة هذا اللي يبغى يتلاعب، فتلاقي مثلا أن الشرع مبني على القرآن والسنة والإجماع والقياس، بالرجوع للمفسرين تلاقي كثير من الآراء للمفسر الواحد للآية الواحدة، هذا عدا رأي المفسرين الآخرين. نفس المعضلة تصير مع الحديث والطامة الكبرى في الإجماع والقياس حسب ما يراه القاضي مناسب، يعني حسب الواسطة، ويعطوه أسامي تعزير وغيره. وأكبر دليل على أن المسيح فصل الأمور الروحية عن الأمور القضائية هو رفضه لطلب أحد الأشخاص أن يحكم له بتقسيم الميراث مع أخوه. اسمع هذه الآية: وقال له واحد من الجمع يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ لوقا 12
13-14. إذن فقط في المسيح، المسيح صحيح فصل الدين عن الدولة، وبنفس الوقت طلب منا الخضوع للسلطات. هذا إذا كان هناك قانون ثابت نخضع له. المسيح تبارك اسمه يطالبنا باحترام القانون عشان ما نعسر أحد. تخيل معي أنك حر وتخضع بمحض إرادتك، كيف يكون شعورك؟ مثلا تقدر تأخذ دور عامل النظافة وتعيش مثله براتب 250 ريال بالشهر، وتتهزأ وتنسب وتنضرب، لكنك عارف نفسك أنك ممكن تعود لمكانتك بين علية القوم في أي لحظة تريد، بينما عامل النظافة الحقيقي مسكين ما يقدر يسوي مثلك. كيف هو إحساسك؟ كيف تتوقع إحساس العامل الحقيقي؟ أترك هذا الأمر بيناتكم تفكروا فيه، لكن أمين بالمسيح يسوع الناصري كل من يسمع هذه الأقوال يحصل على حرية حقيقية. يا جماعة الخير تعالوا نجتمع مع بعض ونروح لعند عرش النعم عند المسيح ونصلي هذه الصلاة مع بعض. يا رب يا يسوع نعظم اسمك نقدسك لك كل المجد. يا سيد العظيم عارفين أنه أنت ما جيت عشان تكون قاضي أو مقسم، لكن يا رب نطلب منك أنه يكون في دستور عادل في بلدنا، يكون في قانون ثابت يخضع الشعب له، لأنه أنت طلبت مننا أنه نخضع للسلطات، بس نبغى نعرف القانون اللي حنخضع له إيش هو يا رب. يكون هو قانونك أنت يا رب، سلطانك أنت يا رب، نبغاك أنت تسود علينا، أنت يا رب بروحك القدوس يا يسوع تجي وتسود على بلدي. بالمسيح يسوع له كل المجد، آمين. الله لنا ملجأ وقوة، عونه متوافر لنا دايم في الضيقات، علشان كذا ما نخاف ولو تزحزحت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار، تهيج وتزبد مياهها، تتزلزل الجبال من عنف جيشانها، تفرح مدينة الرب حيث مساكن العلي بنهر دايم الجريان. الله في وسط المدينة فما راح تزعزع، يعينها الله في الفجر المبكر، ما جت الأمم وهاجت فتزلزلت الممالك، ولكن ما إن دوى بصوته حتى ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب، تعالوا وشوفوا أعمال الله اللي صنع عجائب في الأرض، يقضي على الحروب في الأرض كلها، يكسر القوس ويشق الرمح ويحرق المركبات الحربية بالنار. استكينوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. أعزائي المشاهدين، والآن فقرة الاختبارات. فوصلنا اليوم اختبار من واحد أخ اسمه عبد النبي متنصر من مصر، يقول تعرفت على الرب يسوع من خلال هذا البرنامج. آمين. في بداية الأمر كنت متشدد، ولكن مع استمراري في المشاهدة واستعمال عقلي كدليل للقلب فهمت جدا أن الرب يسوع يطرق كل قلب يريد معرفته. كان قلبي غليظ جدا وشديد القساوة، وكنت أتساءل كيف يكون إلها وهو نبي كمثل الأنبياء، وكنت لا أحب المسيحيين لأنهم كفرة وملحدين، وعرفت أن الخلاص يأتي فقط من الله وليس من إنسان. أصبح قلبي منيرا وأريد فقط مزيدا من التعليم. آمين أخويا عبد النبي، أنت في صلاتنا، وإحنا حنرسل لك كل ما هذا، ونشجعك أنك تتواصل معنا عشان، وإذا عندك أسئلة واستفسارات عشان إيش نجاوب لك عليها، وتكون سبب بركة لنفسك ولعيلتك ولأصحابك ولكل من حولك. بالمسيح يسوع،
آمين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. أكبر مشكلة تواجهنا وتواجه العالم اليوم وكل يوم هي نظرة كل واحد منا للآخر. نظرة سببت شرخ كبير في علاقاتنا الإنسانية مع بعضنا البعض، لأني من خلال نظرتي لك بيكون تعاملي معك. فإذا كنت أنظر لك باعتبارك أخ وشريك في الحياة، فبيكون تعاملي معك تعامل الإخوة. أما إذا كنت أنظر لك باعتبارك عدو لدود، فأكيد بيكون تعاملي معاك تعامل الأعداء. فنظرة تعيشنا في حب وسلام، وثاني تعيشنا في حرب وخصام. ولله دور أساسي ومهم في تحديد كل نظرة وانعكاسها على حياتنا في الأرض. فكل إنسان ومن خلال تعاملاته مع الآخرين يعتبر ممثل شخصي لإلهه اللي يعبده، وكل واحد فينا يأثر في دائرته بحسب تأثير الله فيه. ولكل دين تأثير واضح على شعبه ومجتمعه وكل العالم حوله، وبحسب هذا التأثير سلبي كان أو إيجابي يمكن وبكل سهولة اكتشاف ثمر معرفتنا بإلهنا. فهل يوم عرفناه عم الخير وتقارب الناس وانتشر السلام، أو صاد الشر وعمت الحروب وسفكت الدماء؟ فمن خلال نظرتك لغيرك أقدر أقول لك من إلهك. فهل تنظر لغيرك على أنه أخ وشريك لك في الحياة، أو تشترط عليه يكون على نفس دينك ومعتقدك عشان ينول هذا الشرف الرفيع ويسلم هو وأهل بيته من حد سيفك؟ هل الآخر كافر عدو لله، دمه وماله وعرضه حلال، لا يملك نفسه ولا حريته وانت واصي من الله عليه وعلى حياته، أو هو حر في نفسه وماله وتفكيره؟ عندما خلق الله آدم وحواء خلق لهم الأرض مسكن لهم، وأوصاهم وقال لهم اثمروا واكثروا واملؤوا الأرض واخضعوها، وكانت إرادته أن تنتشر الذرية وتعمر الأرض ويعم السلام. عشان كذا حرص الله على بناء علاقة قوية تربطنا إحنا البشر ببعضنا كشركاء في نفس المهمة ونفس الأهداف. لذلك ركزت تعاليم السيد المسيح على بناء علاقات قوية معاه ومع أنفسنا ومع الناس من حولنا، لأن كلنا شركاء في الأرض والحياة، ولكل منا واجب مقدس تجاه الآخر. فكانت أول الوصايا وأعظمها عند الله أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه الوصية الأولى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. والمقصود بقريبك في المفهوم المسيحي هو كل إنسان غيرك أنت، يعني كل الناس، البعيد والقريب، المسيحي والغير مسيحي، المرأة والرجل، حبيبك أو عدوك، اللي تعرفه واللي ما تعرفه، من دمك أو غريب عنك، زميلك أو جارك، جارك السابع أو حتى جارك المية. يعني في المسيحية كل الناس أهلك وأخوانك، والعلاقة ما يحددها قرب أو دم أو تشابه أو معتقد أو دين. فكل الناس أخوة
طالعين من نفس البيت ولهم نفس الإله. ما في شيء اسمه أخوك المسيحي أو المسيحي للمسيحي كالبنيان يشد بعضه بعضا. فكل الناس أخوة، كل الناس أقرباء، وحتى لو كنت في نزاع مع أحد فهم يعتبر أخوك، ولا حق عليك أنك تحبه وتباركه وتصلي من أجله وتتواضع له وتكون صادق وأمين معاه، تسامحه وتغفر له كل زلاته وتهتم بحياته وتقدمه حتى على نفسك وتحبه وتحب كل الناس. لا تخاصم ولا تكره ولا ترفض ولا تقتل ولا تسلب ولا تكفر. وحتى كلمة صغيرة إذا بتزعل أحد إخوانك منك فبلاه، لأنهم إخوانك اللي المسيح حبهم مثل ما حبك وفداهم مثل ما فداك. وكذا بس تكون ابن حقيقي لأبوك السماوي، تنشر السلام وتكون أخ محب لإخوانك. ودائما تذكر كلام المسيح لنا: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأبرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. هذا هو قانون المسيح في التعامل مع الآخرين. وبكذا أوصانا كبشر أن نحب بعضنا بعض وبنفس المحبة وتنفيذ لوصية السيد المسيح. أدعوك أخي، أدعوك اليوم تتعرف عليه وعلى تعاليمه وتقبل عطاياه ونعمته، فتخلص أنت وأهل بيتك. فالله بيسألني عنك مثل ما سأل قابيل عن أخوه وقال له: أين قابيل؟ أين هابيل أخوك؟ أتمنى من الله أن يملأ قلوبكم محبة للآخرين، محبة تطرد الكره والشر والحقد، محبة تكون لكم نور وحياة، محبة تغير حياتكم، محبة تهزكم من الداخل، وبالمحبة ألقاكم الأسبوع الجاي على خير وفي أمان الله.